متتبعي القناة الوطنية الأولى مرحبا بكم في النشرة الجوية اليوم الاثنين 18 أفريل 2022 صحة شربتكم الناس الكل عشنا خلال 24 ساعة الفارطة بقايا أمطار كانت أعلى الكميات في ولاية مدين من 1 إلى 4 ملم ولاية جابس من 1 إلى 3 وسوسة وتطاوين في حدود 2 ملم وكبلي وملم واحد كذلك عشنا بعض الظواهر الجوية الأخرى وهي هبوب رياح كانت أعلى سرعة في ولاية القصرين في حدود 86 كم في الساعة 76 نابلة 72 توزر 68 ومغرن ونفيذة وتطاوين في حدود الـ 61، تونس كرتاج 58، بنزرت والكيف والمنستير، والمهديه وقفصه في حدود الـ 54 كيلومتر في الساعه، قليبيه وجندوبه، سيليانه وقبلي في حدود كذلك ال 50 كيلومتر في الساعه. درجة الحراره المسجله ظهر اليوم في الشمال والوسط كانت ما بين 17 و22 درجه، في المرتفعات في حدود ال 15 درجه، وفي الجنوب ما بين الـ 20 والأربعة 24 درجه. خصوصيه الطقس نشوفوها مع تسلسل سكر القمر الصناعي، ضبيبة كان محلي وخفيف الصباح بالجنوب الشرقي ثم طقس مغيم جزئيا فقليل أسحب باغلب الجهات توقعاتنا لطقس الليله طقس مغيم جزئيا على اغلب الجهات الريح من القطاع الجنوبي ودرجات الحراره في المرتفعات بتكون في حدود 9 درجات بالنسبه لطقس غدوه طقس مغيم جزئيا والريح من القطاع الجنوبي والبحر مضطرب فشديد الاضطراب قراءه تفصيليه في درجات الحراره للمدن التونسيه تونس الكبرى في حدود 25 قريبه 16 درجه نابل 20 وفي بنزرت 23 زغوان 22 سليانه 25 برقة 20 درجة بيجة 26 جندوبة 28 درجة والكيف 25 في تيلة 24 درجة والقيروان درجة الحرارة في حدود 30 درجة سوسة 28 والمنستير 25 المهدية 22 درجة مع بعض السحب وفي جزر قرقنا سفيقس وسيدي بوزيد درجة الحرارة في حدود 27 درجة القصرين 24 درجة وطقس مغيم جزئيا قفصة 28 درجة جيب 26 مع بعض السحب وفي توزة درجة الحرارة في حدود 31 درجة وطقس مغيم جزئيا قبل درجة الحرارة في حدود بحدود 30 درجة والطقس كذلك مغيم جزئيا بالنسبة لمدن الجنوب الشرقي جزيرة جربة درجة الحرارة في حدود 26 مدينة 30 تطاوين 28 ورميدة 28 درجة والطقس مغيم جزئيا بالنسبة للملاحة وصيد البحري الرياح باش تكون على كامل السواحل البحرية جنوبية شرقية في منطقة سيرات وخليج تونس البحر قليل الاضطراب وفي وفعالية الرياح من بين 15 إلى 25 في خليج الحمامات ومنطقة الشابة فعالية الرياح من 15 إلى 25 توصل مؤقتا 30 فتتجاوز 40 عقده والبحر مضطرب في شديد الاضطراب وفي خليج جيبس البحر باش يكون مضطرب وفعاليه الرياح من 15 الى 25 عقده، قراءه في بعض توقعاتنا لدرجه الحراره بعض الدول العربيه والعواصم الاوروبيه الوقشات 31 الدار البيضاء 23 الجزائر 22 وطقس مغيم جزئين طرابلس الطقس صافي 21 درجه وفي الخرطوم درجه الحراره تصعد الى مستويات 44 درجه في القاهره 29 درجه والطقس صافي وبالنسبه للبقاع المقدسه درجه الحراره في مدينة المنورة 41 مكة المكرمة 42 الدوحة 34 أبو ظبي 31 ومسقط 31 كويت 35 درجة وفي بغداد 37 والطقس مغيم جزئيا وبالنسبة للشرق الأوسط القدس الشريف 21 بيروت 21 دمشق 28 درجة وفي اسطنبول درجة الحرارة في حدود 10 درجات مع أمطار وروما درجة الحرارة إن شاء الله في أوروبا باش تكون في حدود 19 درجة فيينا 9 درجات جنيف 20 باريس 18 درجة مرسيليا 21 درجة برلين 14 20 درجة، أمستردام 18 وبروكسل 20 درجة، لندن 16 درجة وفي مدريد 14 درجة مع بعض الأمطار، وفي لشبونة درجات الحرارة باش تكون في حدود 17 درجة مع بعض السحب. بالنسبة لتطور الوضع الجوي خلال الأيام القليلة القادمة يوم الأربعاء الريح باش يكون من القطاع الجنوبي، البحر باش يكون مضطرب في الشمال وفي بقية السواحل، مضطرب في شديد الاضطراب وطقس مغيم جزئيا في أغلب الجهات ودرجات الحرارة عامة ما بين 23 إلى 37 درجة وبالنسبة ليوم الخميس البحر باش يكون شديد الاضطراب على كامل السواحل البحريه والريح باش يكون من القطاع الغربي والوضع ملائم لنزول الامطار بشمال بالوسط والطقس مغيم جزئيا بالجنوب ودرجه الحراره عامه من بين 14 الى 27 درجه مواعيد الامساك والافطار في مدينه تونس وما جاورها الامساك ان شاء الله باش يكون في الساعه 3 و57 دقيقه والافطار الساعه السابعة مساء وبالنسبه لطرق التواصل والاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي على صفحه الويب www.meteo.in www تنجموا تتواصلوا معهم على صفحه الفيسبوك والموازع الصوتي اوقات الصلاه في مدينه تونس ومجاورها صلاه الصبح ان شاء الله باش تكون في الساعه الرابعه وسبع دقائق الظهر منتصف النهار وخمسة 25 دقيقه العصر الساعه الرابعه ودقيقه والمغرب في تمام الساعه السابعه مساء والعشاء في الساعه الثامنه وواحده وثلاثين دقيقه دمتم اوفياء للوطنيه الاولى وتصبح على خير الناس الكل